توقعاتك اليوم لماتش الاهلي والاسماعيلي؟ يعني هو بصراحه ممكن يعني الاهلي هو اللي يكسب عشان هو اجهز من الاسماعيلي وكده، عشان كان بيلعب في افريقيا اخر ماتشين والاسماعيلي لسه يعني بيبني فريق جديد وكده. الاسماعيلي افضل طبعا، يعني لو الاهلي الاسماعيلي لعب كويس النهارده والاهلي مش في مستواه ممكن يكسب يعني. طبعا اكيد الاهلي هيكسب كالعاده، فان شاء الله يعني 2-1. محمد شريف النهارده ممكن يسجل هاتريك. ممكن يكون 1-0 لقفشه، قفشه يحط الجون بتاع الاهلي. ان شاء الله باذن الله الاهلي هيكسب 4 باذن الله النهارده. ممكن مين يحرز الاهداف؟ كهربا وممكن قفشه. مجدي قفشه ومحمد شريف. ان شاء الله هيحاول ياخد الدوري وكده، بس في منافسه شديده مع الزمالك وفيوتشر ويعني في لعيبه وبيراميدز، في انديه كتير يعني، بس نادي الدوري يبقى احلى يعني. لو لعب كويس، لو جاب لعيبه كويسه وقدم كويس يكسب، ما قدمش كويس مش هيكسب. طبعا لازم هيحاول ياخده، والاهلي جامد واحنا معاه في ظهره دايما. السنه دي اساسي مش هيخلي الدوري يطلع بره النادي الاهلي ان شاء الله.